اللهم اغفر ذنوبنا ونور قلوبنا ويسر غيوبنا واسترنا في الدنيا والاخره فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت نسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا استجب دعائنا فاشف مرضانا وارحم موتانا وهدئ بالنا وأصلح حالنا وكلنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين ارحمنا نتوقف اليوم مع صاحب اضخم واندر المعاجم العربيه على الاطلاق وهو تاج العروس. صاحب هذا المعجم والعلامه الكبير هو كان حجه في اللغه وفي الحديث وفي سائر العلوم المتعلقه باللغه العربيه. حديثنا اليوم عن العلامه مرتضى الزبيدي في مصر ارض المجددين. محور المشروع التجديدي لمرتضى الزبيدي تمثل بوضوح في الاهتمام باللغه فشرح القاموس المحيط وفي قضايا التوثيق فشرح احياء علوم الدين واخرج احاديثه وفي قضيه الاخلاق فاهتم بذلك الشرح وبين كيف نستفيد منه فأصبح مشروعه مبني على اللغة والتوثيق والأخلاق، وهو مشروع نهضوي بمعنى الكلمة. رحم الله المرتضى الزبيدي رحمة واسعة. فضيلة الدكتور علي جمعة أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم. أهلا بحضرتك. أهلا, أهلاً, أهلاً وسهلا. فضيلة الدكتور اليوم نتحدث عن العلامة مرتضى الزبيدي. ما هو ملامح مشروع التجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, الله, الله وآله وصحبه ومن والاه المرتضى الزبيدي كان صاحب مشروع نهضوي تجديدي ومن كان يتكلم عن النهضة يجب عليه أن يتكلم عن مشروع الزبيدي النهضوي آه هو الزبيدي ميت سنة 1790 يعني أواخر القرن الثامن عشر لكنه مولود 1730 وولد في الهند وله رحلة كبيرة إلى اليمن في زبيد ثم الى مصر حيث استقر وانتقل الى رحمه الله بها والامام الزبيدي ترك لنا مشروعا يتكون من اركان ثلاثه الركن الاول الاهتمام باللغه وعودتها مره ثانيه لتكون ملكة لدى الناس وأن اللغة والفكر وجهان لعملة واحدة فإذا أردت أن يستقيم الفكر وأن تتطور البلاد وأن يرفع ويسعد العباد يبقى لازم تعلمهم لغة الركن الثاني من مشروعي النهضوي هو التوثيق لابد من ان لا نصدق كل ما نسمع بل لابد من التوثيق والتوثيق يدخلنا لنطاقات مختلفه في مجالات مختلفه في مجال الحسيات يبقى العلم التجريبي في مجال التاريخ والنقل يبقى الروايه والدرايه في مجال الحس والتأمل والفكر يبقى لابد من المنطق والقواعد وكذا ولذلك نراه يؤلف كتابه الماتع الجامع في أربعين مجلد الذي أسماه تاج العروس الحاوي من جواهر القاموس القاموس ده مم. اسمه القاموس المحيط والقاموس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط، ألفه الزبادي ويجمع فيه أربعين ألف مادة أربعين ألف جذر مظبوط يعني ضرب الضاد والراء والباب ده جذر عد بقى أربعين ألف المرتضى الزبيدي شرح هذا الكتاب الدقيق الماتع الحجة آه الذي سبقه الز... الفيروز زبادي 300 سنة قبل الموعد بتاع الفيروز ابادي كان الفيروز زبادي ده شيخ ابن حجر العسقلاني فسبق م. الزبيدي بثلاثمائة سنة أو يزيد جاء هذا وراح شارح هذا الكتاب في أربعين مجلدا قعد فيه 12 سنة. وهو يؤلف فيه، وجمع له مكتبة حافلة لا وجود لمثلها. وكل ذلك من أجل أن يصل إلى الفهم العميق لمفردات اللغة وتراكيبها، بحيث أن تصير اللغة عند دارسها إلى ملكة وسليقة وطبيعة ونحيزة. وليس الا ذلك يعني هكذا والا فلا يعني زي ما كذلك في مجال التوثيق النقطه الثالثه النقطه الثالثه الاخلاق ان اللغه مع الفكر وان التوثيق كمنهج علمي لابد له من منظومه اخلاقيه رائقه فائقه ضابطه لحركه الحياه وانما وانما الامم بعد كده بقى قالوا وانما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا فذهب الى هذا الجانب الاخلاقي متمثلا في شرح احياء علوم الدين والرد على منتقديه ومعارضيه فالف اتحاف الساده المتقين بشرح احياء علوم الدين فأصبح مشروعه النهضوي التجديدي ينبني على ثلاثة أشياء: على اللغة، التوثيق، الأخلاق. ده. الإمام الزبيدي كان أديباً، وكان شاعراً، وكان عالماً، وكان محدثاً، فكان رقيق القلب جداً. يعني رقة في القلب عجيبة غريبة قلما يوجد مثل هذا الانسان وكان يحب زوجته حبا جما فماتت فانقطع عن العالم تماما تماما وفي هذا الانقطاع الف إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين وكان هو ال 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 الذي يسليه عن حزنه هو هذا الكتاب و يعني أفرغ فيه شحنات ال العاطفة وشحنات التعلقات القلبية والمشاعر الراقية وأفرغ فيه التوثيق وثق فيه كل ما ورد فيه من ما يحتاج إلى التوثيق طبع في عشر مجلدات لو طبع أيضا كما آآ آآ طبع تاج العروس لا يطلع في أربعين مجلد أيضا للدرجة دي نعم ده واضح ان يعني زوجته كانت مقصره فيه قوي قعد كتب المجلدات دي كلها هو هو كتبه محاولا ان يخرج نفسه من الاكتئاب يعني هو لو ما, ما كتبوش كان هيكتئب ف... جعل تسليته الوحيده هو الكتابه في هذا الكتاب. بعد ما اتم كتاب اتحاف الساده المتقين واتم لنا برنامجه اللغه التوثيق الاخلاق بدأ يخرج للناس في اخريات حياتي في السنه الاخيره في الست شهور الاخيره بدأ يخرج للناس وكأنه استطاع ان يتاقلم مع هذا الحب سبحان الله طيب فضل الدكتور يعني واضح ان اللغه العربيه كانت يعني مفتاح من مفاتيح مشروع التجديدي واضح كان ده ده اساس ده ركن م. من الاركان وده واخده من عبد القادر البغدادي وان لم يكن مصريا يعني لما الف خزانه الادب ولب لباب لسان العرب م. لما الف هذا الكتاب الفه لنفس الغرض وهو ان تعود العربيه ملكه للدارسين لها وهذه الملكه ستعينهم على فهم النصوص فهما صحيحا ستعينهم على استنباط المعاني والمواعظ والاحكام استنباطا صحيحا ستعينهم على استقامه الفكر استقامه لا بأس بها ستعينهم على فهم الحياة الدنيا وعلى فهم الآخر فهما يتواءم مع المصالح ومع المبادئ في نفس الوقت صحيح. اللغة يعني هي في غاية الأهمية ولا بد أن نهتم بها ومن ما أوتي قوم في لغتهم إلا أوتي في مقتل <applause> طيب استاذن حضرتك نشوف ايضا ملامح اخرى من هذا المشروع التجديدي وازاي يعني حتى من بعد آآ آآ العلامه مرتضى الزبيدي ازاي كمل هذا المشروع من خلال تلاميذه يعني استاذن بعد الفاصل ارجوكم خليكم معايا هنا تسكن روح السيدة نفيسة ويجاورها مسجد السيدة سكينة فشارع الأشراف بحي الخليفة به الكثير من مساجد أهل البيت الطيبين الطاهرين أما هنا فيمكنك أن ترى مجمع أولياء الله الصالحين وعلى بعد أمطار من مسجد السيدة رقية تجد مقام مرتضى الزبيدي وشهرته أبا الفيض بجوار حبيبته وزوجته زبيده والذي عرف عنه عشقه الكبير لها حتى اوصى ان يدفن بجوارها في هذه البقعه من ارض الله الواسعه فضيلة الدكتور علي جمعة أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بكم. بكم مرحبا واضح الحقيقة من المعلومات اللي أمامنا أن حتى الأمراء وأهل السلطة في هذا الوقت يعني المتقدم كانوا بيفتحوا لي خزائن الكتب لديهم لكي يطلع على المزيد من العلم إزاي كانت علاقته بأهل الحكم وقتها؟ كانوا يجلونه إجلالا شديدا لهذا العلم الفياض يعني هو لما ألف تاج العروس وأتمه لم يصدقه أحد ما كانوش مصدقين. العلماء ما كانوش مصدقين ان هذا الكم الهائل من المعلومات المرتبة والمقررة ان يكون حد استطاع ان هو يبرزها بهذه الأناقة وهذه اللباقة وهذه اللياقة كمرتضز جهد رائع يعني نعم فجمعهم في مم. بيته على احتفال لتدشين الكتاب ولما اطلعوا عليه كان ساعتها محمد بيك أبو الذهب هو الماسك من الحكام ومحمد بيك أبو الذهب باني لي مسجد والمسجد ده لو رحت أمام الأزهر على طول وتبص فوق هتلاقي صوامع الغلال موجودة وكان يملأ هذه الصوامع حتى يأكل طير السماء. مم. يعني كان بيوكل طير السماء أيضا مش بس الأرض. والـ والـ والحمام بقى على كل بتاع كده وهو بينقي الأكل بتاعه منظر حلو جميل يبقى يفكرك بحمام الحرم المكي محمد بيك أبو الذهب يعني إيه قال لازم أنا عملت المسجد وحطيت فيه مكتبة كبيرة فلازم الكتاب ده يبقى فيها فاشتراه بمئة ألف درهم الدرهم 2 جرام و9 من عشرة من الفضة لما تضربها في 100 يطلع 290 وال1000 تعمل كيلو يعني 290 كيلو فضة 290 كيلو فضة ده يعني كيلو الفضة ده دلوقتي بكام؟ ب 10,000 مثلا فيطلع 3 مليون يعني اشترى منه الكتاب ب 3 مليون تقدير غريب ومش غريب فريد فريد قمه آه العلم بالشكل ده يعني اهتمامه بالعلم واهتمامه بالعلماء واشياء من هذا القبيل مم. المهم اشترى هذا الكتاب بثلاثه مليون كانه آه كأن بتاع النهارده اه 100 الف درهم مم. فضه يعني 3 مليون جنيه مصري دلوقتي باسعار اليومين دول كان كانوا يعزوه ويعزوه. لما مات الشيخ المرتضى فصلوا الكتب بتاعته عايزين يبيعوا المكتب ففصلوها ب وعشرين الف دينار فالسلطان العثماني سمع قال لهم بخستموه حقه وبعت مسمن علشان يفرز الكتب وعلشان يقومها فطلعت التسمين العثماني بقى بتاعها خمسة وسبعين ألف من خمسة وعشرين من خمسة وعشرين يعني. كانوا عايزين يبيعوها أو يشتروها بالتلت لما دفع الوالي العثماني الخمسة وسبعين ألف للورثة وكذا إلى آخره أوقفها على الطلبة المصريين الله آه. علشان ما تضيعش الكتب وتروح شذرة مزر وكل يعني شويه كل واحد من الورث ياخد مجموعه وخلاص لا راح اشتراها وحبسها على الوقف فبالتالي علم مرتضى الزبيدي اكمل بقى لقرون بعده يعني طبعا المصر. طبعا لانه نصه هو على الكتب التي رجع اليها في بدايه تاج العروس وفي بدايه اتحاف الساده المتقين. الشيخ المرتضى الزبيدي في اخر حياته بقى خرج للناس بعد ما اعتزل من اجل وفاه زوجته ومن شده حبه فيها وكذا الى اخره. لما خرج طلع القلعه علشان يدرس فيها الحديث. فقال لهم تعالوا انا هدرس لكم الحديث بطريقه يعني مبتكره. ما هو الواحد اللي بيبتكر بيبتكر حاجات كتير فمن ضمنها إنه هو مسك قال لهم إيه رأيكم نحفظ البخاري م. إزاي؟ ده اللي بيحفظ البخاري ده يعني يبقى من كبار كبار العلماء إزاي يعني نحفظ البخاري؟ قال لهم دي حاجة سهلة البخاري بينه وبين النبي ثلاثة في السند اسمها ثلاثيات البخاري واحد وعشرين حديث إيه رأيكم نبدأ بيهم فبدا بالواحد وعشرين حديث اللي بين البخاري وبين النبي ثلاثه بس الاحاديث الواحد وعشرين دول يعملوا مثلا ثلاثه اربع اسانيد وفي مكررات يعني يحفظ ثلاثه حفظوا ثلاثه اربع اسانيد وحفظوا الاحاديث بتاعتها حاجات بسيطه سطر 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 ونص وهكذا وحفظوا الاسانيد وخلص لهم ثلاثيات البخاري. وبعدين دخل في الرباعيات ما بين البخاري وسيدنا النبي اربع افراد. ولكن لم يمهله الاجل لاتمامها عمل درس اثنين في الرباعيات وانتقل الى رحمه الله تعالى. فهذا كان حال المرتضى الزبيدي مشروعه واضح، مشروعه ما زلنا محتاجين اليه اللغه التوثيق الاخلاق. مرحلة المعجم يا مولانا، يعني المعجم اللي قعدوا فيه 14 سنة، معلش حابب برضه تاني أؤكد عليها، البعض متخيل أن هو هو أول من أتى بهذا الأمر بهذا المعجم، ولا فكرة الاستدراكات أن هو كان بيضع بصماته في أمور معينة، في ملامح معينة في المعجم؟ هو كان يأتي إلى المادة م. التي يذكرها الفيروس أبادي مظبوط ثم بعد ذلك يشرحها ثم يكمل من المعاجم الاخرى لسان م. العرب لابن منظور الصحاح للجوهري آه العباب آه وهكذا ينقل 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 ما لم يذكره صاحب القبر ثم بعد ذلك يدخل نفسه هو فيما اسمه بالمستدرك م. ويبدأ آه يبحث في العربيه وفي لغات اخرى التركي الفارسي عن معنى هذه الكلمات ويتتبعها ويتتبع اصولها وكذا الى اخره ويستدركها على الفيروز ابادي ولذلك هذا الفريد الذي فعله اما الشرح فالشرح نقله من كتب كثيره جدا وهي تلك المكتبه الرائعه التي تكلمنا عنها بعد كده بقي ياتي للمستدرك المستدرك ده هو من عنده هو نفسه يضيف ما تعلمه في الهند وما تعلمه في اليمن وما تعلمه في مصر في هذا المجال ويعزله عن اصل القاموس لانه ده زياده على القاموس واضح انه كان عالم بلغه العصر الحالي من العيار الثقيل ده من العيار الثقيل جدا جدا يعني اه لانه هو في الحقيقه يمثل آه علامه كان محدثا كان لغويا كان آه صوفيا ودفن رحمه الله تعالى في مقبره السيده رقيه آه بنت علي الرضا امام السيده سكينه دلوقتي موجود الى الان قبره وقبره يزار في حوش السيدة رقية بنت علي الرضا رضي الله تعالى عن الجميع. امين اللهم امين. انا شاكر لفضيلة العلامة الاستاذ الدكتور علي جمعة هذا الابحار العلمي والانساني في سيرة العلامة مرتضى الزبيدي. شكرا لحضرتك جزيلا شكرا, شكرا, شكرا لكم شكرا لحضرتك والشكر موصول لحضراتكم والى اللقاء من السلوكيات الخاطئه الغش في اللحوم المقدمه بالمطاعم والغش في بيع الاونلاين لا يجوز الغش في ذلك ابدا فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا فهو عظيمه من العظائم وكبيره من الكبائر ولذلك يجب ان نبتعد عنها الصدق منجاه والمؤمن لا يكذب اللهم جئتك بذنوب كثيره فاغفر ذنبي ونور قلبي وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب واغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اغسلني من خطاياي ونقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم امين